اليوم وصل الصالون المغربي ديالي. شحال انا كنتسنى فيه. اليوم عندي لا ليفريزون ان شاء الله، هما جايين في الطريق باش غادي يحطوا ليا لو صالون. مرحبا بكم فيديو جديد. ها هو الصالون خاوي كتسمع فيه ليكو. يلا سيقناه ومسحنا الشرجم وكل شيء وبلاتي وغادي نشوفوه بات عامر ان شاء الله. هاد اللحظة مستغل الفرصة. لا ما تخرج. الا الا بابا. شوفوا الصالون بادي محطوط من هنا. ها هو يوسف. سلام يوسف. ها هو المخدو الطبالي. هيو هاي هاي ¿Qué te estelco? قصي هبط من تما. اجي ماما اجي Thank you.
اجي قصي اش هبط 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 قصاي هبط اوكي كملها صافي برافو ها انا البنات شوفوا بغيت نقول لكم راهم كيتكلفوا لكم بالصالون من اتل زيد بالخشب بالماطلة بالريدو هما اللي داروا لي هذيك بقى غير التريه ياك هي واش انت ما قلتيش باقه انت قلت لهم كدار والله الا رحت جاوا لي نعت صدموا انني عندي الخياطه ديال التريه والله الا تبارك الله عليكم حتى الناس كاملين اللي غيتفرجوا في هذا الصالون غيعجبهم انا متاكده راه كياخذوا لكم قلت لكم الصالون وما تعطلوش شحال درنا ثلاثه سيمانات بحال هكا ما كاينش ثلاث سيمانات باش دابا هاد الهواشر كان شويه الضغط ما كيتعطلوش حتى اللي بغات تبدل غير الطلامط خلاص قال لي كاين اللي كتفتهم غير في واتساب راه المهم تخدم معنا زين برا بزاف يكون عندهم شي واحد هنا اللي كيجي كيكون كيحس لا يشوف هو يمشي ولا يزغل غير تشوف كنت كاين غير العبار النادي جا قدام الاختصار ما كاينش شي حاجه اللي غنخدموها الله يحفظك الله يعينك تبارك الله صالون معتبر ديال العراضات ديال القلب والله الا ديال القلب تبارك الله عليكم الله يلا الله يحفظك الله يكبر بك المهم انا غادي نخلي لكم كاع المعلومات ديالهم اللي بغات اي صالون ولو واخا ماشي ضروري يكون كبير بزاف صويلين صالون كلشي ياك اه عندي ولك الا جاو عندي غندير لهم واحد غندير معاهم شي روبيز مزيان صافي الله يكبر بك لا يخطيك الله يحفظك الله يكبر بك
اليوم جيت لدرب عمر. شوف عند من جيت تيسو انصاري، هما اللي يخدموا لي الصالون. ها انتوما شوف عنده داكشي غزال تبارك الله. هذا هو التوب اللي اختاريت انا، غادي تشوفوهم في الرش. شوفوا شحال من توب، شحال من لون يقدر يجي معاه. هادو الريدوات، هادي واحد التفريشه اللي حطها هو هنايا. هادو الانواع الموديلات ديال المخدات. شوفوا انا قال لي واش ندير لك الدراري، قلت له بلا ما ديرو حيت قصاي غيريشهم. عندو تويبات فنين وسيد معقولين بزاف، كيقول لك هاد التوب يصلح لك وزوين، وكيقول لك هاد راه ما يشتلكش بزاف ولا غادي يكرفسو. شوفوا شكون جا معايا.